نعطيك رأيي لكن دماغي وقف. يلا هذا الدموع كله من ورا الهريسة لأنها كتير حرة. أنا دقت نوع بس ما كان حار، يعني بالعكس بنين على الأخر. زاكية ومش حارة منيحة يعني. أنا والهريسة لا سابق أني أنا بحب كتير الحار على أنواعه، بس لما دقت الهريسة كان طعمه بنينة برشا. Thank you. صراحة الهريسة عندنا حتى في المغرب، ولكن الهريسة تبع تونس جاتني فيها شوية ديال المرورة في الآخر، ماشي حموضة ولا هذا بس محبة حتى ما تعود عليها. هذه ستونسية مولفين بها حاجة عالمية، حتى كان حارة نقبلوها عايشين بها والدين بها.